اسرائيل فك بروف بانج يو مازر اند فازر فك اول اي ورف يو اسرائيلي فشخنكو في المواقع فشخنكو في الواقع. يا نهار اسود. واحد واحد. السلام عليكم يا جدعان، ازيكم عاملين ايه؟ جاي لكم النهارده فيديو جديد، بس قبل اي كلام خلونا نصلي على النبي على افضل الصلاه والسلام. فكره فيديو النهارده يا جدعان اول مره نعملها في القناه، هدخل مع الناس العشوائي واقول لهم ممكن اشتمك بابوك وامك، انت متخيل رد فعلهم هيبقى ايه؟ يعني مثلا انت متخيل داخل معاكم بقول لك عندي تحدي، فهتقول لي ايه التحدي؟ اقول لك اشتمك بامك وابوك، انت دماغك حصل لها ايرور، انت هتستغرب اصلا. فزميلي اول مره اجرب سلسله زي دي في القناه، فلو عجبتك ما تنساش اللايك، اشتراك في القناه، تفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. دي اهم حاجه اللايك، يعني اكد على اللايك ده، انزل دلوقتي اعمل لايك. استنى، انا عارف انكم عندكم برد ومش اعمل لايك بقى، اعمل لايك، ما تخليش ده نسيك اللايك. والله يا جدعان مش حابب اطلع عليكم كتير، اسيبكم مع الفيديو. ويا جدعان الفيديو مجرد هزار وضحك، انا ولا داخل اشتم حد ولا نصيبه، هو الفيديو مجرد هزار، يعني خده بصيغه الهزار بس، بشوف رد فعلهم ايه. فلو مش عاجبكم السلسله دي برده اكتبوا لي تحت في الكومنتات عشان ما نعملهاش تاني في القناه. واحلى مسا عليكم يا رجاله، اسيبكم مع الفيديو، مش هدوم تعزميلي. حلو اسمه حلو. يا لهوي يا اسطى انت حلو قوي، حلو انت حلو فعلا، ايه ده انت حلو قوي، يا لهوي ايه ده، لهوي حلو خرجني يا نبيان بحبك يا نبياش، ايه ده ولا هوي الواد حلو بعت لي ايه والله حلو، ولا انت مصدقت ولا ايه؟ انا كنت بهزر. نهار اسود ومهبب. رجاله بالله عليكم يا جدعان حد خرجني، عندي تحدي بالله عايز اخلصه. يا هلا يا هلا يا فيكتور يا فيكتور يا هلا يا هلا. رجاله بالله يا اسطى ممكن نخلصه؟ هو في ايه ده؟ اسرائيل فك بروف بانج يو مازر اند فازر فك اول اي ورف يو اسرائيلي فشخنكو في المواقع فشخنكو في الواقع. يا نهار اسود. واحد واحد. رجاله رجاله بالله عليكم حد خرجني، بالله عليكم عندي تحدي دارك، بالله عندي تحدي. ايش اعمل لك ايش اعمل لك؟ هشتمك بامك وابوك والمسامح كريم، بالله عليك عندي تحدي لازم اخلصه. طيب اسمع يا اب والله خلص التحدي. ده اسمها بحبك؟ لا ده لازم ادخل ارد عليها بقى. وانا كمان وانا كمان وانا كمان بحبك، وانا كمان وانا كمان وانا كمان. ايه سوزي سوزي سوزي، اخيرا دخلت معاك يا سوزي. انت عارف انا ببعت بقى ماريان ماريان اي لاف يو باكستان اي لاف يو باكستان اي لاف يو باكستان اي ام ايجيبشن اند اي لاف يو كيك اول مينو اي لاف يو باكستان اي لاف يو باكستان اي لاف يو باكستان كيك اول باليز مريان ثانك يو اي ام لاف يو مريان جيت انا مدلدي ويتني اي لاف يو باتنجان اي لاف يو مريان. يا عصر يا رب ببرنا شو بتقولي مريان؟ غريبي 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 مش عايز تدخلني بعد كل ده. حنين بحبك يا حنين بحبك وبحب مين عليك وخرج الواد اللي اسمه دير ده كل شويه يدخل تيم ولا مصريه زي يعني بنت بلدي يعني الدم الحامي. عاملين ايه يا جدعان اخباركم ايه؟ كويسين يا رب دايما يا مؤمن. اشتا اخويا دي واحده عيبه يا نهار اسود. طب انا بصور خلصان يا رب احلى جو. استنى ميدو ميدو بعد اذنك يا رجاله بس ممكن طلب صغير واخرج عادي على طول. اتفضل يا حبيبي. عندي تحدي يا اسطى ان اشتمك بامك وابوك وانت المسامح كريم بالنسبه لك، يعني ممكن اعمله؟ انت شايف كده؟ انت شايف كده؟ الله يسامحك يا اسطى الله يسامحك. الله يسامحك انا ما شتمتكش يا عم. ماشي يا عم الله يسامحك. ما تشتمش ده برضه هيصحك علينا يا اسطى. انا معلش الفكره ان انت استفزتك وهو مفيش كل يا عم واحد يا عم عليه احلى المسهل. بس انا عايز اقول لك بس ايه فكره التحدي؟ فكره التحدي يا اسطى ابعت لي 100000 جنيه على اللايف دلوقتي. هو انت هتبعت لك 100000 حالا دلوقتي؟ انت لايف دلوقتي؟ اه شغلنا؟ ايوه هو ده. اكتب اكتب القرموطي على الفيس القرموطي بالعربي. اه
اهلا برضه يا جدعان، مش عايزين نخلص التحدي؟ طب يلعن دي، خلص التحدي ده صح. حبيب قلبي احلى رجاله، رجاله رجاله وحتى ابوك يا جدعان. جدعان بالله عليك يا ميدو، ممكن اشتمك بامك وابوك وبالله عليك ما تخرجنيش وحط امك يا عم. جدعان بالله عليك عندي تحدي يا جدعان، عايز اشتم حد بامه وابوه بالله عليك. عندي تحدي، طلب صداقه، اطلعي من هون. كيفكم؟ ما تبعت لحد انت استراحه. لا انا بعت لها، بحبك يا رب، بحبك. لا ما بدنا نلعب، شلون فينا نطلع؟ ليه مش هتلعب؟ جدعان ممكن اشتم حد بامه وابوه اصلا. عندي تحدي. ادوا بالرحمه، صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي، يشفي على عالم الصباح. خرج الناس دي، خرج الناس دي، انا بتخانق انا. القرف ده. ايوه كده. ماكس شو يا رجاله، ممكن اشتمك بامك وابوك؟ عندي تحدي بالله وبتاعه وكده، عايز اخلصه. شندي شندي الواد خرج. رجاله وحات امكم ثانيه كده. بالله عليك دخلت بسرعه. ابلاك بالله عليك، بالله عليك يا اسطى، عندي تحدي بالله عليك، اشتمك بامك وابوك وسامح كريم. بالله عليك عندي تحدي بالله، لازم اخلصه حالا. مؤمن انت اصلا صح يا اسطى؟ بالله عليك بس بسرعه. طب يلعندي يا اسطى، والنبي بسرعه. عارفك يا اسطى، عارفك يا اسطى. خلاص خليهم، عارفك هو. اه يا اسطى بهزر معاك والله، كنت بصور بس احلى مسا عليكم. عارفك اقلب لك يا ابو حبيبي. النبي النبي ثواني يا جدعان، ممكن اشتم حد فيكم بس بابوه وامه بسرعه؟ عندي تحدي بالله عليكم، عندي تحدى اشتم اثنين. ايه ده الواد خرج ليه؟ انا ابويا متوفى يا صاحبي، اشتم الولد اللي اسمه ابو سته عادي، فاهم؟ لكن يلعن دينه، اشتم ابوه وامه عادي. ودي والله خلص التحدي بسرعه. ماشي معلش يا اخويا، عادي عادي، اشتم هو عادي، مش هيقول لك لا. اشتم اشتم. هو اسمه ايه؟ اسمه ايه الاول؟ اسمه ابسط، او بص نديب اسمه الحقيقي محمد، اسمه محمد الحقيقي. يلعن اشتمه عادي، مش هيقول لك انت بتعمل. لا لا ده عدد حلو المره دي. قلت لك الام 4 ايه ده، ما دخلتش معايا ليه؟ انا لو سمعت نفسي مكان نقطه من قفاه. لو قلت الواد ده، بص بقى احنا نهدي هنا، هنا محتاجين نهدي يا دفعه، محتاجين نهدي. اذنه بقى انا مش من على اليمين، في قناع على اليمين جامده. ايوه جنب اليمين ده. اه سيبك من الشمال. ايه ده اللي فوق 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 البتاع ده؟ لو معاك ندام ارمي عليه نيدا. جبته يا ابن اللعيبه اسطوري. ايه من اول نيدا بقى عليه هو في كل 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 كل. يلا اللي بعد، بدنا اساطير ولا نلعب بعقلي ولا انا ظهري مؤمن ومؤمن. احنا بعزم العقل بقى بجد. انت الجي جي ال بتاعنا فين بيضرب علينا ده؟ بس على طول على طول، عشان لسه يبلغ علينا واقول لاصحابه دفع. احنا هناخد كل واحد براحته كده. الاثنين فنش ديد يا باشا، بفنش لك انا وانت تقتل بقى، سيبني انا افنش بقى. يلا بسرعه اللي بيعيده، اللي هنشوفه مش هنشوفه اي كلام. كمبر انا عايزك يا دفعه من اللي بيحصل فينا نكمبر كده، نتاكد. تعمل فيديو النهارده 20 دقيقه باللي حصل لنا ده، نزل لهم الجيم حلو بقى لو عملنا جيم حلو ده. لو عملنا قدامنا دفعه، شفته انت اكيد. باشا انا قاعد تحتيك، انا ماليش دعوه اني في سولو. تعالى دفع هنا كده جنبي. جبنا دفعه. نعمل ايه؟ ننزل لهم تاني؟ عادي هنعمل، احنا هنعمل لهم ايه؟ معلش رد عليا. ايوه كده. لا لا ولا اي حاجه يا باشا، ولا اي حاجه. اشرب بقي بيبس. شربت البق. انزل سكول ولا كاني في اي حاجه حصلت. نزلت على البيت الكبير، ما تقولش والنبي ما تقولش. ناس طلعال. طب جبتهم هما الاثنين. يلا يا عمري، وانا في ناس عندي. مش عارف مش عارف اجيلك. ده انت شيخ فعلا، شيخ عراقي كمان. انا في البيت عندك من تحت. ها جيت لك عامه كل ده عشان اجيلك والله. وربنا شيخ شايلك، هاك شايلك شيخ، هاك هاك. اديله ريبورت، اديله ريبورت، اديله ريبورت العسل ده. ده انت هاك عسل، هاك. العب بس ازاي العب يا جدعان، انا تعبت والله، تعبت تعبت بجد من اللعبه والله يا جدعان. هاكات وقرف، يا رب تاخد بان يا اسطى، يا رب تاخد بان يا جدعان. انتوا قرفتونا من اللعبه والله.